من عمان معي الدكتور أشرف بني محمد، الخبير في التقنية والمعلومات الإدارية من كلية الأعمال بالجامعة الأردنية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور أشرف. دائما نتحدث عن موضوع الخصوصية وكأنه لن نصل إلى حلها. أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا وسهلا. في ظل عالم مترابط، وخصوصا في ظل وجود اللي هو الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء وصعود السوشيال ميديا او شبكات التواصل الاجتماعي، كم المعلومات الموجود اونلاين هائل جدا. اذا بنعرف انه كل يوم تقريبا عم بيتعرض اكثر من مليون شخص لمحاولات قرصنه، وفي غالبيتها اكثر من 91% منها بتتم من خلال اصطياد المعلومات، والمعلومات هاي اللي بنقدمها احنا طواعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، فالخطر كبير جدا. 35% تقريبا من الاجهزه، من جميع الاجهزه معرضه الى الخطر، والان في معظم او في غالب الاحيان جميع معلوماتنا موجوده اونلاين، فمن السهل جدا على اي شخص سحب هذه المعلومات او اصطياد هذه المعلومات وتقديمها بطريقه مختلفه، بحيث يمكن من خلاله الحصول على معلومات متعلقة بالحسابات المالية والمعلومات الشخصية، مما يسهل عليهم خلينا نحكي عمليات القرصنة. موضوع عدم الخلط وعدم ظلم الآخرين بسبب موضوع الإرهاب والمخاوف من هؤلاء على الإنترنت يا دكتور أشرف، إلى أي درجة هو من أهم العقبات التي تقف أمام حل هذه الأزمة من جذورها؟ نعتقد انه الانتباه لما يتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، التواصل بيتم مع مين، عدم مثلا الانتباه الى مثلا الحسابات خلينا نحكي او المواقع المشبوهه، هذا بيساعد جدا او بيساهم بشكل كبير في خلينا نحكي الحمايه او التمييز بين الافراد اللي في عندهم توجهات معينه مع الافراد العاديين. شغله مهمه جدا عندنا في الانترنت سكيورتي، في عندنا شيء كثير مهم انه مرات كثير بتم عمليه انشاء مواقع شبه وهميه تقدم معلومات خلينا نحكي غير حقيقيه ولا تمثل مواقع حقيقيه، وبيتم من خلالها اصطياد معلومات واصطياد اشخاص وادخالهم في خلينا نحكي. كان في خطوات بهذا الاطار، يعني منذ اسبوع بعتقد تحدثنا عن هذا. نعم. موضوع نعم. السيطره على الحسابات الوهميه. نعم. تحديدا. نعم، إذا زي ما تفضلتي الأسبوع الماضي أعلنت فيسبوك عن خدمتين جديدات، اللي هي واحدة منهم كانت بشكل أساسي اللي هي تقليل عدد المواقع أو الحسابات اللي نحكي الوهمية، والشغلة الثانية اللي المهمة اللي هي عدم السماح للأشخاص بإنشاء، خصوصا الأشخاص خلينا نحكي اللي في عندهم تصرفات غير طبيعية على الشبكة، تصرفات ممكن بتهدد كقراصنة أو كإرهابيين أو كناس متحرشين. فالأسبوع الماضي قدمت الخدمة أنه لا يستطيع هذا الشخص إنشاء موقع جديد كمان، ولكن هو سيستخدم بيانات أخرى. كيف سيتم السيطرة على هذا الموضوع؟ الآن في الغالب يتم الاعتماد على المميزات الأساسية موجودة في كل جهاز يتم استخدامه، من خلال الاي بي ادرس، من خلال البيهيفير. الآن لكل شخص فينا موجود تصرف أو نمط تصرف خلينا نحكي يمثل بصمة له، فهي البصمة خلينا نحكي البصمة التصرفية أو البصمة التي تعتمد على تصرفات الشخص، تقدر من خلالها متابعته ومن خلال وحتى لو تم قام بانشاء حساب اخر، فالتصرفات لن تختلف كثيرا. انا اشكرك جزيلا سيد دكتور اشرف بني محمد، الخبير في التقنيه والمعلومات الاداريه من كليه الاعمال بالجامعه الاردنيه.